مثال بسيط في لغة البايثون هو ان انا هقول له عندك بولين، عندك متغير، عندك لما ترو او فولس، لو ترو اعمل حاجة، لو فولس اعمل حاجة تانية. فاقول له بايثون، هاجي هنا اقول له edit وابدأ اكتب الشفرة بتاعتي. هقول له الحاجة اللي هتدخل لك هنا في الانبوت ديت خليها في متغير اسمه اكس، والاكس ده هيساوي اي ان الانبوت وبعد كده اول رقم، وبعد كده هقول له لو الاكس اف اكس اف اكس بتساوي، لو الاكس ده بتساوي ترو ترو، لو هو بيساوي ترو، وبعد كده نقطتين هقول له اعمل حاجة معينة، وليكن مثلا خلي الاكس ده بتساوي حرف التي، تمام. وبعد كده else، وبعد كده نقطتين هقول له لو ما بيساويش ترو خلي الاكس بتساوي اف، هحط الاف بين علامتين تنصيص، وبرضو التي هنا بين علامتين تنصيص. الترو هنا ده عبارة عن رقم قيمة هتيجي من البول اللي انا هحطه، فمش هحطه من علامتين تنصيص. هنا هقول له الاوت ده بقى هخليها هي الاكس، تمام. واقول له اكسبت شينج، واقول له هنا انا عايز بولين، اسف بولين، البولين اهوت، واقول له واتش، انا عايز اشوف النتيجة النهائية، واتش، واقول له ران، لان هنا القيمة بفولس طلع الحرف الاف. طب لو بترو لا الحرف التي، بدل كلمة اف و تي ممكن اقول له حاجات كتير، يعني اقول له مثلا لو ترو اقفل البرنامج، لو فولس يعني ما تقفلش البرنامج، سيف ما سيفش، اجمع اطرح، يعني اقدر احط اي قيمة هنا لو الاف دي بصح، واي قيمة هنا لو الاف دي بغلط، بحيث ان هو ينفذ لي العمليات اللي انا عايزها. يبقى انا كده حطيته في اختيار.